بسم الله. لو احنا عايزين نضيف بعض الضباب ممكن اجي هنا واختار، انا عندي هنا مؤثرات كتيرة، بقول له انا عايز هنا افكت وابدأ اختار. هتلاقي هنا ده الشلال، ده هنا الفاير، ده هنا السموك، ده هنا الضباب. ممكن اختار مثلا واحدة من دي كده اهي، فيبدأ يحصل كأن في بعض الضباب. امبارح كان في ضوء كتير جدا وانا سايق، السرعة كانت 120 في الطريق، واضطرينا كلنا نسوق على 20 كيلو بالظبط يعني، فربنا يستر. ده مثلا شكل للضباب مثلا. تمام. وممكن وانت مثلا بتعمل رندر للصورة تختار المؤثرات، دوست رايت كليك ورحت مكان يعني ما فيهوش ضباب، تقدر تختار هنا تقول انا عايز حاجة تكون فيها مؤثرة، بقى تقدر تختار مؤثر اللي انت عايزه، فيلم ستادي، مون، جريفريت، الكاميرا. هنا الويزر هختار الفوج هنا وابدأ بقى اشوف كمية الضباب اللي انا عايزها قد ايه، مثلا حاجة زي كده معقولة شوية. الشكل دوت.